في ثروات النفط والغاز اللبنانية، ومحاولات لحكومة نتنياهو لفرض واقع حدودي جديد في اعتداء صريح على السيادة اللبنانية. الولايات المتحدة تتوسط لإعادة تقسيم الحصص في حقول النفط البحرية، مقترحة 40% لإسرائيل. والحكومة اللبنانية ترفض وتعلن قدرتها على ردع أي اعتداء، بينما يتصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله ومن خلفه إيران في الدائرة التي تشمل الجنوب اللبناني والجولان السوري المحتل. فكيف نصف التحركات الإسرائيلية على حدودها مع لبنان من الجهة القانونية؟ وما هي الأوراق التي تملكها الحكومة اللبنانية للرد؟ أين تقف القوى الإقليمية والدولية في حال تصاعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله حول الجولان؟ وهل لدى الجيش الإسرائيلي النية والقدرة على شن حرب ثالثة على لبنان؟ مشاهدينا السلام عليكم، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج تقدير موقف من الدوحة، ومعكم فرح البرقاوي. نتناول فيها بالنقاش أفاق المواجهة بين حزب الله وإسرائيل على خلفية التوتر الحدودي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية جراء الأطماع الإسرائيلية في حقول النفط والغاز البحرية، والتصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران وحلفائها حول الجولان. نرحب أولا بضيوفنا في استوديو الدوحة، دكتور إبراهيم فريحات، رئيس برنامج إدارة النزاعات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وديالا شحادة الخبيرة بالقانون الدولي، وتوفيق شومان الكاتب الصحفي اللبناني. وقبل أن نبدأ نستعرض ردود الفعل حول الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لبيروت ومحاولات الوساطة الأمريكية في التقرير التالي. بخفي حنين عاد وزير الخارجية الأمريكي لبلاده، هكذا يبدو، أو ربما هذا ما سعى المسؤولون اللبنانيون إلى إظهاره. فلا الخلافات اللبنانية الإسرائيلية حول الرقعة النفطية حلت، ولا الخطط الإسرائيلية لبناء جدار إسمنتي تم إجهاضها. ريكس تيلرسون زار لبنان والتقى بمسؤوليه في زيارة مهد لها بالقول إن هدفها الوساطة لتنفيذ أزمة الحدود البحرية والبرية بين اللبنانيين والإسرائيليين، لكنه سمع من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب رفضا قاطعا لاقتراح واشنطن تقاسم الرقعة البحرية الخلافية بين بيروت وتل أبيب، وسعى بموازاة ذلك لتسويق فكرة مستهلكة عنوانها العمل لإبرام اتفاقية نهائية حول الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وزير الخارجية الأمريكي لم يتجاهل حزب الله، فشن عليه حملة مركزة واتهم الحزب بالتصرف خارج سلطة الدولة اللبنانية والتورط بسفك الدماء ونزوح المدنيين وهز استقرار لبنان، وطالبه بالتوقف عن العمل خارج الحدود. الأمين العام لحزب الله لم ينتظر كثيرا للرد، وسعى إلى إضعاف الموقف الأمريكي بإعلانه الاستعداد لاستهداف المنصات البحرية النفطية الإسرائيلية إذا طلبت السلطات اللبنانية من حزبه ذلك. تهديدات قد تكون مجرد عرض قوة من جانب حزب الله، لكنه ثبت من جولات المواجهة السابقة بين الحزب وإسرائيل أن نيران الحرب إن اشتعلت ستلسع الجميع من دون استثناء. وأبدأ معك سيد ديالا وأسألك عن الموقف القانوني للبنان إزاء شروع إسرائيل ببناء الجدار وكذلك الخلاف على الحدود البحرية. يعني مسألة الأعمال البناء التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أراضي فلسطين المحتلة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية حاليا، هي محل جدل كبير. ولقد اتفق الجانبان المتفقين الإسرائيلي واللبناني منذ العام 2000 على ما يعرف بخط الأزرق، الذي وإن لم توافق حكومة لبنان على اعتباره ترسيما رسميا للحدود، ولكنها وافقت على الالتزام بعدم تجاوزه من الجانب اللبناني، وكذلك وافق حكومة إسرائيل أنذاك على عدم تجاوزه، مع تسجيل الجانبين منذ العام 2000 وحتى اليوم عدد من الخروقات لهذا الاتفاق. لم يعني يؤكد
بعض السياسيين في الجانب اللبناني أن هناك انتهاك للسيادة اللبنانية في الجدار الذي يتم بناؤه في تحديدا في على الحدود اليوم. لم يثبت أن هذا الجدار الذي يتم بناؤه قام بتجاوز الخط الأزرق، ولكن في ظل غياب ترسيم حدودي رسمي يمكن للبنان اعتبار بناء هذا الجدار انتهاك لسيادته إذا كانت لبنان متمسكا بملاحظات سجلها في العام 2000 حول بعض النقاط الحدودية التي لم يتم شملها بالخط، وتحديدا في مناطق تابعة لمزارع شبعة ومناطق العديسة. يعود لدولة لبنان اليوم أن تطلب رسميا تحديد حدودها البرية مع دولة فلسطين المحتلة وأيضا مع الدولة السورية، إذا ما كانت تريد أن تضع نقطة حسم نهائية لمسألة سيادتها على أراضيها البرية والبحرية. طالما أن لبنان لم يقم أو هو غير راغب بالقيام بخطوة من هذا النوع من أجل القيام بترسيم حدودي دولي، تبقى مسألة النقاط المتنازع عليها لسيادة لبنان على أراضيه مسألة يعني تتوقف على خطابات سياسية أكثر مما هي خطابات ذات بعد قانوني دولي. سيد سومان، لنبسط الحكاية أكثر، لنبسط كل خارطة الخلاف للمشاهدين. هناك حدود لبنان مع فلسطين التاريخية عام 23، هناك أيضا خط الهدنة عام 49 مع إسرائيل، هناك أيضا الخط الذي انسحبت إليه إسرائيل عام 2000. كيف تدحرجت هذه المشكلة تاريخيا حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن؟ وبداية تحية إليك دكتور إبراهيم وأيضا دكتورة ديالة. هو في الواقع الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مرسومة منذ العام 1923، والذي قام برسم هذه الحدود الانتدابان الفرنسي والبريطاني، وفي عصبة الأمم في الحقيقة والتي كانت قبل جمعية الأمم المتحدة خرائط موضعة من الجانب البريطاني والجانب الفرنسي تحدد أو ترسم الحدود وتحددها بين لبنان وفلسطين المحتلة. في العام 1949 أيضا، يعني بعد استقلال لبنان تقريبا بست سنوات، أودع لبنان الخرائط نفسها التي كان أودعها الانتدابان الفرنسي والبريطاني في جمعية الأمم المتحدة. أيضا هناك الخرائط الأساسية ما زالت موجودة لغاية الآن في بريطانيا. أنا أعتقد بأن الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة مرسومة وفقا لما توصل إليه الانتدابان الفرنسي والبريطاني في العام 1923. هذه نقطة أعتقد بأنها خارج النقاش السياسي والقانوني، هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا بما له علاقة بحدود أو بتفاصيل الهدنة بين لبنان وبين سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهي التي كانت جزء من مجموعة هدنات حقيقة جرت في العام 1949 بين مصر ودولة الاحتلال وبين لبنان ودولة الاحتلال وبين سوريا ودولة الاحتلال وشرق الأردن أيضا ودولة الاحتلال. هذه الهدنات بصورة عامة تحدد أيضا هذه الحدود بصرف النظر عن المآلات التي عكستها الحروب المتتالية وعمليات القضم التي قام بها الجيش الإسرائيلي. النقطة الثالثة أيضا، بس لحظة لو سمحت، هو الخط الأزرق المعروف بالخط الأزرق، هو حقيقة خط انسحاب وليس خط حدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة. الخط الأزرق جاء بعد العام 2000 بعد انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي اللبنانية، وبالتالي تم وضع بعض العلامات على خط الأزرق باعتباره خط انسحاب وليس خطا نهائيا حدوديا. فلذلك أظن بأن الأمر لا يتعلق بمحاولة ترسيم جديدة بين لبنان وفلسطين المحتلة بقدر ما الأمر يتعلق بسعي إسرائيل إلى جر لبنان إلى المفاوضات وبالتالي حول حدود البحرية. ما هي يعني موضوع كل الخلاف على الحدود البحرية؟ هي ورقة مساومة إسرائيلية، ورقة مساومة لجر لبنان إلى مفاوضات. ولا ننسى بأننا نعيش الآن أيضا ما يعرف بموسم صفقة القرن. هذه سنأتي إلى هذا المحور. سيد سومان،
تفضل دكتور. شكرا لك. هي يعني القضية في موضوع بناء الجدار في الوقت الحالي هي بتثير العديد من التساؤلات في الحقيقة. والقضية بالنسبة لإلي أنا كيف بشوفها، القضية مش مسألة اللي هي بناء الجدار، ولكن مدلولات هذا الجدار أو ما بعد بناء الجدار. يعني هناك عدة دلالات مهم جدا أنه يعني نأخذها بعين الاعتبار عندما نتحدث عن هذا الموضوع. أولا اللي هي قضية الاستراتيجية السياسية والعقلية الإسرائيلية القائمة على مبدأ الفرض خلق حقائق وفرض الأمر الواقع، وهو طبعا هذا يعني هو نفس المنطق الذي قامت به أو اتبعته الحكومة الإسرائيلية في قضية بناء الجدار مع الضفة الغربية على اعتبار له فرض أمر واقع ورسم حدود بالطريقة التي هي تراها. فنرى أن نفس المنطق نفس منطق بناء الجدران والأحادية اللي هي عبارة عن يعني فرض حلول أحادية حديث الجانب هو يتجسد نفس المنطق في التعامل مع الملف اللبناني. هذا واحد. ثانيا أنه تزامن هذا الموضوع أيضا مع فتح مسألة الحدود البحرية وقضية مشكلة الغاز والهجوم هذا المفاجئ على قضية الغاز والحدود البحرية، فهو يأتي بنفس المنطق. والدلالة الثالثة هو تزامن أيضا مع تصعيد سياسي غير مسبوق أيضا في الضغط على لبنان أو بالتصعيد مع لبنان في هذا الموضوع. هذه القضايا كلها يعني إذا وضعناها مع بعض هي تشير حسب رأيي أن هناك شيء أكبر يحدث، وهناك ربما يكون ربما هو كجزء كما تحدث زميلي في موضوع صفقة قرن التي لن نتحدث بها الآن، ولكن كل الأحوال دكتور هناك قد يكون هو جزء فتح ملف كبير تحديدا الملف اللبناني، أنه الموضوع اللي هو جر المفاوضات والفتح هذه الملفات كلياتها حتى يأخذ لبنان يصبح تحت ضغط غير مسبوق في قضية. لكن هناك أيضا خطوة يمكن أن نفسرها أنها خطوة إلى الوراء من الجانب الإسرائيلي. ساترفيت قال للبنانيين الإسرائيليون مستعدون لتحريك الجدار في حال الاتفاق على تغيير الحدود. هل يفسر ذلك على أنه تراجع إسرائيلي الآن؟ لا بالتأكيد لا. يعني هو هذا عبارة عن هو يعني مرة أخرى نتحدث بنفس المنطق متفقين هنا. هو قضية لفتح الملف اللبناني لتحديد موقعه في موضوع اللي هو المشكلة الأكبر أو الخطة الأكبر في قضية صفقة القرن والمشكلة المواجهة الكبرى أنا بعتبرها. اللي هي المواجهة الكبرى مع سواء كان مع إيران أو الملفات الأخرى، فهي هذا خلق نوع من الضغط على لبنان باتجاه يعني اتخاذ سياسة العصا والجزرة في الهجوم على الملفات اللي هي البحرية والحدود البرية وإلى آخره، وبنفس الوقت تقديم لقضية الجزرة من أجل سحب لبنان أو تحييد لبنان يعني في أي مواجهة مستقبلية. وطبعا بنفس الوقت يعني هناك مؤشرات أخرى في قضية مثلا تصريح تيلرسون اللي هو في موضوع حزب الله وأعتقد راح نتحدث فيه لاحقا. فهي هي نوع من التصعيد الممنهج برأيي السياسي من أجل الضغط على لبنان حتى يكون يأخذ لبنان موقعه في الخارطة الكبرى في الاستراتيجية الكبرى التي تتبعها إسرائيل والولايات المتحدة للتعامل مع المنطقة في الوقت الحالي. سيد سمان، لبنان أعلن أنه سيتصدى لشروع بناء الجدار من قبل إسرائيل، ما الأوراق التي يمتلكها لبنان للتصدي ومواجهة هذا التهديد؟ يعني هناك ثلاثة قضايا حقيقة فتحتها دولة الاحتلال مؤخرا تجاه لبنان. النقطة الأولى ما له علاقة بالجدار، النقطة الثانية ما له علاقة بالمنطقة الاقتصادية، والنقطة الثالثة ما له علاقة بالادعاء الإسرائيلي بوجود مصانع صواريخ إيرانية في لبنان. فإذا هذه النقاط الثلاث أثيرت في أسبوع واحد في الحقيقة. طبعا الأمر هنا أنا أعتقد أنه يتعلق، أنا أود أن أكرر مسألة مهمة، هو دفع لبنان جره إلى المفاوضات. لذلك يعني حتى عندما جاء ريكس تيلرسون إلى لبنان عرض على سبيل المثال وقبله ساترفيلد بأنه يمكن لإسرائيل أن تتخلى عن بناء الجدار مقابل التفاوض على المنطقة الاقتصادية. وبالمنطقة الاقتصادية كان هناك طرح حقيقة مطروح من معروف بخطه في السفير الأمريكي الأسبق في لبنان، طرح بأن يكون
للبنان 60% 55 او 60% للمنطقه الاقتصاديه والباقي لدوله الاحتلال. طبعا الان اثاره ما له علاقه اعتقد بمصانع الصواريخ الايرانيه ايضا يتعلق بما له علاقه مره ثانيه على الجانب السياسي وعلى الجانب الميداني بما له علاقه بصفقه القرن، بمعنى ابعاد ايران. هذا طبعا اذا ثبت بانه وجود مصانع صواريخ ايرانيه هذا ربما قد يكون حديث اخر، ولكن انا اعتقد بانه الامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في خطابه يوم الجمعه قال بالحرف الواحد بانه اذا قرر المجلس الاعلى للدفاع ان نتصدى للاعتداءات الاسرائيليه فنحن جاهزون. اعتقد بانه هذه نقطه بس ثواني ممكن تفريعها الى فرعين. اولا اعطى قرار الحرب والسلم للدوله اللبنانيه، واعتقد بانه هذه هي خطوه متقدمه في علاقه حزب الله مع المقاومه اللبنانيه. والمساله الثانيه ايضا انه نحن مستعدون في حال ضغطت اسرائيل سياسيا او ميدانيا لان نبادرها بالمثل ونمنعها ايضا من ان تنقب عن النفط او ان تستخرجه. ذكرت خط هوف سيد سومان، هناك من يقول ان لبنان ليس موحدا ازاء هذه النقطه، هناك جهات لبنانية توافق على خط هوف. هو حقيقة يبدو لا، لغاية الآن لا يوجد موقف من أحد الأطراف اللبنانية ينازع الآخر، وربما لأول مرة في التاريخ السياسي اللبناني الحديث تجتمع أركان الدولة اللبنانية على موقف موحد ولو شبه علني. يعني في الزيارة أو في الجولة التي قام بها ساترفيلد على المسؤولين اللبنانيين كان هناك موقفا موحدا، حتى في الجولة التي قام بها أيضا وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون على الرؤساء الثلاثة عون بري الحريري كان هناك موقف موحد. هذا على الأقل في الظاهر، بالباطن يعني أنا أناقش وفق المعطيات. لكن ألم يلمس ذلك تيلرسون عندما قال أن المشكلة أصلا ليست مع لبنان وإنما مع حزب الله؟ نعم، هذا أيضا ربما نعود إلى مسألة مهمة جدا في طريقة التعاطي الإسرائيلي مع الجانب اللبناني ومع الجوانب العربية الأخرى، أنه دائما إسرائيل كانت تتسلل إلى الثغرات اللبنانية من خلال الفرز السياسي أو الطائفي. يعني على سبيل المثال في العام 1982 عملت إسرائيل على الفرز اللبناني الفلسطيني إقليمي، في العام 2006 عملت على الفرز المذهبي شيعي ولبناني أو لبناني ولبناني، الآن أعتقد بأنه أيضا تسعى لإعادة تكريس نفس المعادلتين السابقتين بال 2006 و 1982 بمعنى الفرز اللبناني اللبناني. سيد ديالا، في ظل وجود هذه الخلافات، إذا ما بقيت مستعصية على بلوك 9 وكل الحدود البحرية، هل الخيار للجوء للتحكيم الدولي يمكن أن يكون على فعالا او ممكن؟ بس ملاحظه لو سمحتي بموضوع ترسيم الحدود. صحيح هناك حدود من عام 1923 بعد اعلان دوله لبنان كبير ومزود اتفاقيه سايس بيكو، لبنان هو موافق عنها عليها، ولكن لبنان نفسه اثار خلاف حول مدى حول ما اذا كانت هذه الحدود نهائيه بمساله مزارع الشبعوه اذا كانت سوريه او لبنانيه، ولم يتم اتخاذ اي مبادرات من سواء من سوريا او لبنان. يعني مزارع الشبعه مساله مختلفه لانه احتلت في العام 1967، لذلك حتى الاسرائيليين يفصلون بينها. لا انا عم بحكي عن ما هي الاراضي اللبنانيه وما هي الحدود التي تحدد مدى انتهاء السياده اللبنانيه والاقليم البري والبحري والجوي اللبناني، وبالتالي نعم هناك من داخل لبنان عدم حسم لهذه المساله، ومن انطلاقا من هنا حين يتم الكلام عن انتهاك لسياده الاراضي اللبنانيه اليوم من الجانب الاسرائيلي، هناك جدل كبير هل هذه السياده تحددها حدود 1923 التي لا تعتبر الدوله اللبنانيه انها محسومه اصلا منطلقا من مساله مزارع شبعه اللي اصلا نقاط الخلاف موجوده فيها، وهل هي سوريه ام هي لبنانيه؟ ومن هنا المقصود انه نعم هناك جدل اليوم حول ما هي الاراضي اللبنانيه واين تتوقف واين تبدا الاراضي السوريه، وبالتالي الا يمكن وهذه اللجوء للتحكيم الدولي بناء على هذه الظروف؟ التحكيم الدولي بمساله الثروات الاقتصاديه البحريه تحديدا
هناك اتفاقية دولية دخلت حيز النفاذ في العام 1994 وتم استكمال صياغتها في العام 1982 المعروفة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهناك حوالي 180 دولة مصادقة عليها، ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا دولة مصادقتين عليها. لبنان دولة مصادقة وتعتبر هذه الاتفاقية تحدد عددا معينا من الكيلومترات، أعتقد 370 كيلومتر انطلاقا من الحدود الساحلية نحو البحر، تمنح الدولة صاحبة السيادة على هذه المياه الإقليمية الحرية والصلاحية والحقوق الكاملة من أجل الاستثمار فيها. وبالتالي وضع لبناني فيما يتعلق بالثروات الاقتصادية البحرية والبلوك 9 هي سليمة، باستثناء ما يقوله خبراء لبنانيون وبينهم الأستاذ علي برو، باستثناء ما يعادل ما يمكن أن يكون حوله جدل وما يعادل 5% من البلوك 9 الذي هو بلوك ضخم تتجاوز مساحته 1700 كيلومتر مربعا. يمكن أن يكون الجدل حول ما إذا كان 5% من هذا البلوك يقع أو لا يقع في نطاق المياه الإقليمية، ولكن حتى هذه بس لحظة لو سمحت، ولكن حتى هذا الجدل يمكن أن يستند لبنان فيه إلى مصادر قانونية دولية من أجل إعادة النقاش في مسألة الحدود البحرية التي تم إعلانها من قبل لبنان في العام 1993 ومدى صحته. ومن هنا معي دكتورة بس عفوا المحامية، وما مدى ومن هنا أعتقد أنه يعود لمنفعة لبنان تحديدا حسم مسألة حدوده البرية والبحرية، طالما أن الموضوع الآن صار يتعلق بثروات نفطية تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات. يوجد مسألة تنبيه بسرعة، خلينا نفصل بين الحدود اللبنانية والفلسطينية المحتلة وبين الحدود اللبنانية والسورية. الحدود اللبنانية السورية تبقى ضمن الشأن العربي العام، مع سوريا أو مع لبنان هذا شيء، هذه النقطة. النقطة الثانية الحدود البرية ايضا، انه حتى الرئيس عون قال نحن حدودنا 1923، ولكن الاسرائيليون عندما يريدون بناء الجدار هم يصوبون نحو المنطقة الاقتصادية. يبقى المسألة 5%، نعم انه هذه يمكن الذهاب بها للنقاش حول القانون الدولي، وهي على كل انه بكل الاحوال دكتور ابراهيم اريد ان اسالك في نقطة. اصلا اسرائيل قالت انها لن تسمح لشركات التبقيب الروسية والايطالية والفرنسية بالعمل في بلوك 9 بالخصوص، نريد أن نفهم ماذا يعني لن تسمح. يعني أنت سألت سؤال كثير مهم، اللي هي في قضية التحكيم الدولي أو يعني إلى أي الاتجاهات يتجه هذا النزاع. مسألة التحكيم وبلوك 9 وغيرها والقضايا اللي هي الشبعة والحدود وهذا، هذه قضايا كلها قضايا فنية. يعني عندما يكون هناك إرادة سياسية من جميع الأطراف يمكن أن يكون هناك الحديث باتجاه الذهاب إلى التحكيم الدولي. التحكيم الدولي لا يحدث إلا عندما يكون هناك توافق ما بين الأطراف جميعها، فلا يمكن أن يذهب أحد الأطراف اللي هو لقضية التحكيم الدولي بدون موافقة الأطراف الأخرى، كما حدث في موضوع مصر وإسرائيل باتفاق طابة وقضية البحرين وقطر، وهناك يعني في اتفاق دولي. هذا الاتفاق لن يحدث لأن القضية هي قضية سياسية شاملة فعلا. يعني مجرد أصلا لجوء إلى التحكيم الدولي ألا يعني ذلك أن لبنان يعترف ضمنيا بحدود إسرائيل؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أنه يعني يجب أن لا يغيب أيضا عن بالنا أنه الحكم في لبنان هو بهذه الأوقات هو المحسوب على محور المقاومة أو على المحور سوريا، فلا يمكن أن يكون يعني الذهاب باتجاه التحكيم والدخول بالقضايا الفنية اللي هي القانونية بمعزل عن الإطار السياسي الذي يحكمها. فالإطار السياسي هو الذي يحدد، يعني هذه قضايا يتم إثارتها اللي هي كجزء أو كأدوات لخدمة هدف أكبر وهو الإشكالية السياسية التي تعايشها هذه المنطقة، وبالنهاية لا يمكن الوصول إلى حل. هو الهدف زر لبنان إلى هذه المفاوضات. وبس إذا سمحت، اللي هي قضية لأول مرة نلاحظها بالتاريخ السياسي الحديث أن يكون موقف الدولة اللبنانية متطور إلى هذه المنطقة. هذا الذي قلته لأول مرة في التاريخ السياسي. وأتفق معك في هذه النقطة تحديدا، أنه أن يكون هناك من الحكومة اللبنانية أن تتحدث باتجاه
التصعيد وباتجاه المواجهة إذا فرضت أو إلى غيرها. ماذا يعني إسرائيل أنها لن تسمح الآن؟ لا، الرئيس عون قال بكافة الأشكال الدبلوماسية وغير الدبلوماسية. وغير الدبلوماسية. ماذا عن إسرائيل دكتور إبراهيم؟ وهذا بحد ذاته إسرائيل لن تلجأ في الوقت الحالي. يعني هذه النقاط مرة أخرى لا يمكن فهمها بدون الإطار الأكبر التي تحدث فيها. الإطار الأكبر التي تحدث هي المشكلة أو استراتيجية سياسية كبرى في المنطقة كلها. إسرائيل تسمح أو لا تسمح، هذه عبارة عن برأيي أدوات اللي هي ضغط أو أوراق ضغط اللي هو باتجاه إما واحد اللي هي جر لبنان باتجاه مفاوضات شاملة، أو اثنين محاصرة حزب الله، ثلاث التحضير لمعركة أو لمواجهة أكبر وأوسع بهذا الاتجاه. فهي يعني أنا لا أخذها على محمل الجد في قضية لن نسمح أو ممكن أن تتطور، يعني أن تكون المشكلة هي المشكلة بلوك 9 اللي هي تفجر صراع. هذا ليس هي القضية. القضية سياسية أكبر من ذلك. يعني نعم. هي النتيجة وليس البداية. البداية الخارطة السياسية، وهذه اللي هي عبارة عن أدوات، ليس أساس الصراع. It's not a cause. يعني مش أساس الصراع اللي هو بلوك 9 أو المشكلة الفنية. هي المشكلة الفنية هي عبارة عن ورقة تستخدم للسبب الرئيسي، القاز الأساسي في قضية الصراع اللي هي قضية الخارطة السياسية ككل وبتشعباتها. بناء على كلام الدكتور فرحات سيدة ديالة، لا يمكن الحديث عن تسوية اقتصادية ربما ليست سياسية بالتنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل مثل ما يحدث بين قطر وإيران؟ هذا الأمر مستحيل سياسيا قانونيا، لأن دولة لبنان هي في حالة حرب مع إسرائيل أو فلسطين المحتلة. يعني هي في حالة حرب مستمرة، ولو لم تكن حرب في إطار نزاع مسلح بالضرورة، وبرغم التزام الفريقين منذ العام 2006 على الأقل بهدنة وبعدم القيام بأعمال عسكرية حدودية، فهما رسميا في حالة حرب. ولا يمكن لدولتين في حالة حرب أن تقوم باتفاقيات دولية من دون أن تتناول طبعا مسألة السلم والحرب فيهما. ولقد تم حين يعني تم طرح هذا الموضوع خلال زيارة ساترفيلد، وكانت مرفوضة بالفعل من جميع الفرقاء السياسيين اللبنانيين بالكامل، عدا عن أنه ليس يعني من وجهة النظر القانونية لبنان لا يقوم انتهاك القوانين الدولية، وإنما إسرائيل تزعم ذلك. لبنان يقوم بممارسة حقوقه القانونية باستثمار ثرواته الطبيعية في البحر، في البحار في الوقت الحالي. نعم. وهو حاليا حتى في مرحلة الاستكشاف وليس التنقيب. نعم، سنستكمل النقاش سيدة ديالة حول أفاق المواجهة بين حزب الله وإسرائيل على خلفية التوتر الحدودي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعد فاصل قصير. أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذه الحلقة من تقدير موقف والتي نناقش فيها آفاق المواجهة بين حزب الله وإسرائيل على خلفية التوتر الحدودي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وأنتقل إليك دكتور إبراهيم، كما تعرف في لبنان تم لجم التوتر، ولكن بعد أيام قليلة من بناء الجدار صار هناك مواجهة عسكرية محدودة على جبهة الجولان، كان حزب الله وإيران أطرافا فيها. كيف ترى الصلة فيما يحدث ما بين الجنوبين اللبناني والسوري؟ يعني العلاقة وثيقة جدا، والترابط تحديدا بهذه المرحلة يعني هو وقد يكون بالمناسبة أحد الأسباب التي منعت زيادة التوتر. باعتقادي الطرفين غير معنيين في التصعيد أو بالمواجهة في الوقت الحالي، يعني بالظرف الحالي، لأنه إيران وسوريا وحزب الله يعني يروا أولوية بأن يتم حسم موضوع سوريا قبل الدخول في جبهة أخرى اللي هي الجبهة اللبنانية. فلهذا السبب يعني هناك رغبة بعدم التصعيد على الجبهة اللبنانية، وبنفس الوقت الكيان الإسرائيلي لا يرغب بالتصعيد في الوقت الحالي نتيجة لارتباط مخططاته بالاستراتيجية الكبرى المرتبطة مع استراتيجية الولايات المتحدة
في قضية المواجهة أو قضية المعادلة. وبالتالي لا يمكن اعتبار كل ما حدث أنه اختبار قبلي ربما لمواجهة محتملة بين إسرائيل وإيران. هي مسألة تحضير للمواجهة القادمة أو للتصعيد القادم. فلهذا السبب يعني رأينا أنه من البداية صار هناك نوع من ضبط النفس نتيجة لاختلاف الأولويات. الأولويات في الوقت الحالي في الظرف الحالي الآني المقصود أن إيران وحزب الله هي باتجاه حسم معركة سوريا قبل التصعيد في جبهات أخرى. نعم. ولهذا السبب أيضا الكيان الإسرائيلي يعني بادر إلى يعني تراجع مهين وتراجع مذل في قضية بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية، في قضية الطلب من روسيا مباشرة ومن الولايات المتحدة باتجاه وقف التصعيد وباتجاه الاحتواء هذا التصعيد من أجل حتى لا يكون هناك مواجهة كبرى. أنا مرة أخرى برجح إنه قضية إنه يعني الكيان الإسرائيلي بعدم القرار وبعدم التصعيد وعدم المواصلة هو حتى لا يكون هناك استباق لما هو مخطط بشكل أكبر. ولهذا السبب باعتقادي الملفين مترابطين السوري واللبناني، وعندما تأتي اللحظة المناسبة سنرى أن المواجهة وسنرى هذا هي يعني ستكون في المنطقتين في الساحتين. وقضية سياسة لبنان في قضية النأي بالنفس باعتقادي هذه الاستراتيجية ستنهار عندها، وسنتحدث عن معادلات عن معادلة ضمن معطيات جديدة. عند هذه اللحظة المناسبة التي تتكلم عنها دكتور، في حال إذا تصاعد التوتر، كيف يمكن أن تكون مواقف دول عربية كالسعودية كمصر وأيضا الموقف الأمريكي منها؟ وهنا أعتقد لأول مرة يعني نلاحظ أن في هناك أشياء جديدة كثيرة، منها كما ذكرنا التطور بموقف الحكومة اللبنانية، أيضا قضية التراجع العلني المهين الإسرائيلي في قضية بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية. وأعتقد أيضا سنرى مفاجآت أو يعني اللي هي اختلاف عن موافقة بمواقف الدول العربية الأخرى. للأسف أنا باعتقادي أنه هذه المرة إذا حدثت أو إذا وصلنا إلى هذه النقطة، نقطة الحسم في قضية المواجهة الإقليمية، سنرى أن هناك ليس فقط صمت عربي تحديدا من ما سمي بدول تاريخيا بدول الاعتدال العربي، ولكن باعتقادي ممكن أن يكون هناك لأول مرة أن نرى مواجهة أو مجابهة أو إعطاء موقف علني للولايات المتحدة في قضية اللي هي الحسم فيما يخص حزب الله وقضية إيران في المنطقة. فأيضا من المتوقع أن يكون هناك مفاجآت، هي ليست مفاجآت، هي مواقف جديدة يعني أدق من كلمة مفاجآت، لأنها أنا باعتقادي لم تعد هناك مفاجآت. يعني قضية صفقة القرن وقضية المعادلة الإقليمية هي متكاملة الأركان، سواء كان التراجع في الموقف على القضية الفلسطينية في موضوع القدس، سواء قضية الإصلاحات التي الدينية وغيرها التي تجري في المملكة العربية السعودية، أو يعني الملفات الإقليمية الأخرى، هي كلها يعني متكاملة وتدعم بعضها، وكلها تشير بنفس الاتجاه وبنفس المعادلة التي تحدث فيها. فأيضا كجزء من هذه المعادلة الإقليمية من الممكن يمكن أن نلاحظ موقف عربي من دول الاعتدال العربي ما سميت تاريخيا، هي باتجاه الوقوف علنا ضد حزب الله وضد الحكومة اللبنانية بهذه الحالة، لأن موقف الحكومة اللبنانية هي واضح في هذه المسألة، وأعتقد أن التحالف هو مرتبط في القضية. سيد شومان، تحدث دكتور إبراهيم عن إسقاط طائرة F-16 وهو فعلا حدث غير معهود في قواعد الاشتباك ما بين إسرائيل وسوريا. هل باعتقادك جاء هذا الإسقاط بضوء أخضر من روسيا ردا على إسقاط طائرتها السخوي، أم ربما بقرار إيراني ردا على تفاهمات روسية إسرائيلية محتملة بشأن تحجيم الدور الإيراني في سوريا؟ أنا أعتقد بأن قراءة الحدث 10 فبراير شباط 2018 هذا هو جوهر السؤال. من أطلق الصاروخ؟ وبالتالي من وراء القرار؟ أنا أعتقد بأن الذي حدث في 10 شباط فبراير 2018 هو حالة اشتباك روسي أمريكي. الصاروخ الذي أطلق هو صاروخ روسي. المنظومة الدفاعية الصاروخية التي تصدى من خلالها السوريون
لسرب من الطائرات الإسرائيلية هي منظومة دفاع روسية أيضا. وأعتقد بأنه حتى نصل أيضا إلى خط النهاية يجب أن نقرأ ماذا حدث قبل إسقاط الطائرة، ونعود إلى 17 جونفيه 17 كانون الثاني، عندما أعلن وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون عن أربع قواعد جديدة أو عن أربع قواعد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في سوريا، منها بأن الأمريكيين باقون في سوريا، اثنين بأن الأمريكيين يدعمون القوات الكردية، ثلاثة بأنه على الرئيس الأسد أن يرحل، والنقطة الرابعة والبند الرابع هو مواجهة النفوذ الإيراني. هذا كان في 17 جونفيه. ماذا حدث بعد ذلك؟ 13 طائرة مسيرة هاجمت قاعدتي طرطوس وحميميم الروسيتين. بعد ذلك جاء إسقاط طائرة السخوي 25 الروسية. بعد ذلك أيضا هاجمت الطائرات الأمريكية وحدات الدفاع الوطني، وهي جماعة عسكرية مسلحة موالية للدولة السورية، وبحسب الأمريكيين أنفسهم أنهم قتلوا أكثر من 100 مسلح. فإذا نحن كنا أمام مجموعة من التحديات الاستفزازية لروسيا قبل 10 فبراير، قبل 10 شباط. لذلك أعتقد بأن الروس عندما اتخذوا قرار التصدي من خلال السوريين، أعتقد أنه حاولوا أن يقودوا للأمريكيين أو أن يعيدوا لعبة التوازن. ريكس تيليرسون الآن يقول بأننا نسيطر على ثلث الأراضي السورية. يعني كل هذه الأحداث تفضل بس حتى أكمل. أنا أعتقد بأن لا الأمريكيون يقولون بأننا نواجه الروس في سوريا، هذا ليس من مصلحتهم، ولا الروس أيضا من مصلحتهم أن يقولوا بأننا نواجه الروس والأمريكيين في سوريا. لذلك كبش المحرقة كشعار مواجهة إيران. كل هذه الأحداث التي ذكرتها سيد شومان ألا تجعلنا نفكر أن سوريا أصبحت ملعبا للاعبين إقليميين دوليين؟ لا، للاعبين الكبار وليس الإقليميين. نعم. تركيا، روسيا، إيران، إسرائيل، أمريكا. قرار الحرب الإقليمي أو الحرب الدولية لا في دمشق ولا في تل أبيب ولا في طهران ولا في أنقرة. كل الحروب العربية الإسرائيلية، بل قبل منذ نشوء دولة إسرائيل في العام من وعد بلفور كان قرار دولي. قرار التقسيم فلسطين كان قرار دولي. حرب عدوان 56 كان قرار دولي بريطاني فرنسي مع إسرائيل. حرب 67 كان قرار أمريكي. حرب 73 الذي بدأ العرب فيه الإسرائيليين كان قرار روسيا أيضا وهو ملحق، يعني حرب 73 ملحق لحرب 67. اجتياح العام 1982 لبنان كان قرار أمريكي. حرب 2006 كانت قرار أمريكي. فإذا كل هذه العواصم الإقليمية مع الاحترام لفعاليتها وتأثيرها، ولكنها لا تملك قرار الحرب الشاملة. طيب. لذلك أنا أقول بأنه هي حالة اشتباك روسي أمريكي بشعار إيراني. طيب سيدة ديالا، إسرائيل تريد إبعاد القوى الموالية لإيران لمسافة تزيد عن 50 كيلومتر عن خط الهدنة مع سوريا. ما هي مكانة مثل هذا الطلب في القانون الدولي؟ يعني هذا مضمون القرار 1701 والنص فيما نص عليه على قيام دولة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية بالسيطرة على المنطقة الممتدة بين ما يعرف بالخط الأزرق ونهر الليطاني، أي في الحدود المحاذية للحدود الإسرائيلية جنوبا وأيضا قرب منطقة الجولان المحتل. نعم. ولا يشكل نشاط حزب الله في الجنوب السوري خرقا للهدنة في الجنوب اللبناني، وبالتالي تتذرع إسرائيل في العام 2009 تقدمت إسرائيل رسميا بشكوى لدى الأمم المتحدة، وزعمت في شكواها بأن حزب الله يقوم باستخدام عشرات أو مئات المنازل في مناطق الحدودية كمخازن للأسلحة ولأسلحة لاحقة لمرحلة الهدنة، أسلحة جديدة. ولقد أيده في ذلك آنذاك مسؤولون في اليونيفيل. ولكن أيضا من الجانب اللبناني أكد وجود خروقات كثيرة لخط الهدنة المعروف بالخط الأزرق، وتحديدا نحو 7000 انتهاك للسيادة اللبنانية في أقليمها البري والجوي. وبالتالي الخروقات موجودة بالطبع من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ولم يؤدي ذلك، يعني ليست الخروقات بحد ذاتها هي ما أدت لنشوب نزاعات، وإنما
قرارات إقليمية أو دولية هي التي أدت إلى يعني منطلق رأي سياسيين وليس بالضرورة كرأي قانوني إلى اندلاع حروب مثل حرب 2006 التي لم نشهد بعدها أي أعمال عدوانية جدية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. أريد أن تضيف نقطة دكتور. بالتأكيد يعني من المهم جدا برأيي أن لا نقاد في التحليل لفهم ما يدور بالكل اللي هي بالقضايا هذه التي تثار يعني بين حين وآخر في قضية يعني كم هي مساحة التي ستنسحب منها، هل اتفاق درعا يعني اللي أبعد الوجود الإيراني عن الحدود مع الكيان الإسرائيلي بأنه يعني هذا سيجنب البلاد أو سيجنب المنطقة الحرب، هي لا تتم بهذا الشكل، هذه هي كلها أوراق. يعني أنا باعتقادي إحنا لأول يعني من المرات النادرة أن نكون متفقين بهذا، عادة نختلف يعني بهذه التحليلات هنا، ولكن نحن هنا متفقين اليوم على أن القضية هي قضية لأول مرة تدخل الولايات المتحدة بثقل في الملف السوري، فالمواجهة هي مواجهة سورية، مواجهة روسية أمريكية. قرار الولايات المتحدة في جانيوري في شهر واحد في قضية إنشاء قوة عسكرية قوامها 30,000 مقاتل في الشمال السوري هو يؤرخ لمرحلة جديدة من المواجهة السياسية ما بين الولايات المتحدة وروسيا. وبعد هذا الإعلان المعادلة السورية كلها اختلفت. تركيا بدأت اللي هي في عملية الشمال السوري اللي دخلت فيها، ولاحظنا بعدها قضية إسقاط طائرة السخوي، وبعدها الرد اللي هو بقضية إسقاط طائرة العسكرية F-16 الإسرائيلية، والتي بالمناسبة يعني جاءت يعني بقرار حسب تحليل أو حسب فهمنا اللي هو بقرار من الكرملين، يعني قبل أن يكون يعني هو قرار من دمشق بالدرجة الأولى. فلمدة 50 عام يعني لا يمكن للنظام السوري بين عشية وضحاها أن يغادر أو يقلع من مساحة عمرها 50 عاما بعدم المواجهة وعدم الرد على الخروقات الإسرائيلية لمرة واحدة. آخر طائرة أسقطت في العام 1982. نعم، بإسقاط طائرة اللي هو F-16 وبهذا الموضوع. هذه بس مرة أخرى لأعود لسؤالك على قضية اللي هي المنطقة والانسحاب من الحدود مع الحدود الإسرائيلية. أنا أعتقد هذا لن يخفف من وهج المواجهة. يعني لنفرض أنه صار في هناك التزام سوري والتزام للجميع اللي هي بقضية هذه المساحة، هل فعلا هذا سيجنب اللي هي موضوع المواجهة؟ لن يجنبها، لأنه لنفرض أنه صار في هنا أمن ووجود هناك وجود عسكري إيراني لنفرض في حمص على سبيل المثال، هل ستوافق إسرائيل على وجود عسكري إيراني اللي هو في منطقة حمص التي تبعد كثيرا عن الحدود الإسرائيلية؟ هذا لن يحدث، فستبقى المواجهة مستمرة وستبقى ساعة الحسم هي نقترب منها بشكل أكبر. وباعتقادي مرة أخرى عملية التحول التيرنينج بوينت اللي هو في المعادلة كلها هي كانت في جانيوري بإعلان الولايات المتحدة بإنشاء قوة عسكرية، وهنا أخذت المعادلة منعطف آخر. ولهذا السبب أنا باعتقادي 2018 يعني سنشهد الكثير من التطورات التي لم نشهدها في السابق سواء كان على المعادلة السورية أو المعادلة الإقليمية ككل. فعلا سيد سومان، إسرائيل سبق وأن تواعدت لبنان وبنيته التحتية وليس فقط حزب الله، إلى أي مدى برأيك يتحسب لبنان إلى هذا التهديد الإسرائيلي؟ يعني أنا أعتقد بأنه المواجهة الآن، طبعا أنا عندما أتحدث عن مواجهة لا أتحدث عن مواجهة منظورة، أنا أتحدث عن مواجهة مؤجلة، ولكن ليس الميدان اللبناني على الأقل حتى بالمواجهة المؤجلة ليس الميدان اللبناني قد يكون مسرحا، لأنه التأثير الحقيقي على لبنان وسوريا هو في الميدان السوري. وهنا أيضا نعود إلى ما له علاقة بالدخول الإسرائيلي المباشر بعد إعلان الاستراتيجية الأمريكية في الميدان السوري ودخوله بهذا الشكل الكبير والثقيل داخل الأزمة، أنه في محاولة أن تسعى إسرائيل لأن تكون شريكا ولو غير مباشر في حل الأزمة السورية. لذلك أنه الكلام الذي قاله الدكتور إبراهيم بأنه حتى لو كانت ليس فقط في حمص، لو كانت في دار الزور، لو كانت في الرقة
إيران. يعني تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا في المرحلة الأخيرة هو أن تقول إسرائيل بأنه أنا حاضر، أنا لي متطلبات الأمنية والاستراتيجية أيضا، وبالتالي بأنه الدعوة لإخراج الإيرانيين من سوريا هي دعوة لتعديل موازين القوى السياسية والمدنية. هكذا أنه يجب أن يرى ماذا تقوم به إسرائيل وماذا تريده الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يطرح الشعار الإيراني، وكأنه الآن أنه أصبح يعني الصورة الإسرائيلية على المستوى الإعلامي والسياسي وكذلك الأمريكي بأنه إيران هي المعضلة السورية، في حين أنه الأمر ليس فقط يعني ما له علاقة بالدول الإقليمية، له علاقة بأنه في سوريا جديدة يجب أن تولد. كيف تولد؟ الأطراف الإقليمية يجب أن تكون مشاركة، وبحسب إسرائيل أنه هي طرف إقليمي والأطراف الدولية الأمر ذاته. لذلك أنا أعتقد بأنه المسرح المتفجر في المواجهة المؤجلة، أعود وأكررها، ليس لبنان، لأنه جربت إسرائيل في العام 2006، والآن الإسرائيليون يتكلمون عن حرب لا منتصر فيها في لبنان. لكن في لبنان، سيد سومان، فعلا هناك تقارير تفيد بأن حزب الله قادر على إلحاق أذى بإسرائيل، وهناك تنامي للإمكانات الصاروخية، ولكن أيضا في نفس الوقت هناك تقارير تتحدث عن استنزاف قوات حزب الله في سوريا. كيف ترى الأمرين؟ يعني هو الإسرائيلي بصورة عامة يعني يتحدث ضمن منظورين. المنظور الأول بأنه حرب 2006 إذا كانت مكررة فإذا لماذا نخوضها؟ ما فيها منتصر. المسألة الثانية أنه طالما حزب الله يستنزف بسوريا فإذا لماذا نضرب لبنان؟ فدعه يستنزف بسوريا. المسألة الثالثة أيضا، إذا لم يكن للحرب أبعاد سياسية ونتائج سياسية لماذا نخوضها؟ يعني هذا بشكل يومي بها أريتس ومعاريف وبيدعوت أحرونوت بإسرائيل. اليوم في سجلات كبيرة وضخمة ضمن يعني في هذا السياق وفي هذا النطاق. الذي أريد أن أقوله بأنه صحيح بأنه بعض النقاط المتفجرة التي برزت أخيرا من الجدار إلى المنطقة الاقتصادية إلى المصانع، ما يدعيه الإسرائيليون بوجود مصانع إيرانية، بس هو العين على سوريا. أنا أعتقد لأنه الإسرائيلي أيضا يتحدث ليس فقط عن مصانع إيرانية في سوريا، يتحدث عن قواعد بحرية ويتحدث عن قواعد بحرية وبرية، ويتحدث أيضا عن توحيد جبهتي لبنان، جنوب لبنان والجولان، وبالتالي يتكلم الإسرائيليون عما يسمونه أو باتوا يسمونه حرب الشمال. يعني يحاول الإسرائيليون في المرحلة المقبلة إعادة الفصل بين جبهة الجولان وجبهة جنوب لبنان. لذلك يدخل الإسرائيلي بهذا الثقل وبهذه الرؤية البعيدة المدى. هلا السؤال ينجح أو لا ينجح؟ أنا أعتقد هذا يندرج ضمن توافقين روسي أمريكي، هم الذين يحددون الهامش الذي يمكن أن يتحرك فيه الإسرائيلي على المستوى الاستراتيجي، في حين أن الروس تركوا للإسرائيليين الهامش الأمني جنوب دمشق إلى الجولان في المناطق الجنوبية. سيد ديالا، الدور العسكري الإيراني في سوريا ولبنان الآن أصبح معلنا، ما نظرة القانون الدولي إليه؟ وأيضا ما الهوامش القانونية المتاحة لدى مشاركة إيران أو حتى حرسها الثوري في أي حرب مقبلة؟ يعني اليوم القانون الدولي يضع أسسا للحرب ولقوانين الحرب ويعرف النزاعات المحلية من النزاعات الدولية. النزاعات الحربية الدولية هي النزاعات التي إما تعبر حدود الدولة الواحدة أو تستقطب دولا قوات حكومية من دولة أخرى. فيما يتعلق بالقوات الإيرانية تحديدا، ولكن اليوم نتحدث عن قوات إيرانية محض إيرانية أو نتحدث عن قوات تابعة بولايتها وإدارتها إلى القوات الإيرانية، أي عن قوات حزب الله. فإذا كان المقصود القوات الإيرانية التي قامت حكومة سوريا بدعوتها سواء بشكل رسمي معلن أو بشكل رسمي غير معلن، لا يمكن وصفها بأنها تتدخل في نزاع حبي محلي بموجب القانون الدولي. يحق للدولة أن تستدعي قوات حكومية أخرى، وإنما تكون هذه القوات الإيرانية مسؤولة جنائيا أمام القانون الجنائي الدولي عن أي نتائج مخالفة لقوانين الحرب تنتج عن أعمالها وبدراية منها وبإمرتها. نتحدث تحديدا عن اتفاقية جنيف الأربعة التي نظمت الحروب ووضعت أسسا للقانون الدولي الإنساني ولانتهاكات الحروب، ونتكلم كذلك عن اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية بمعزل عن اختصاص هذه المحكمة من عدمه حاليا على الأراضي السورية. أما إذا تكلمنا اليوم عن قوات غير حكومية
تنخرط في سوريا، سواء قوات حزب الله اللبنانية أو سواء قوات من دول آسيوية أو دول عربية، فإن القانون الدولي لا يعطيها الغطاء الشرعي حتى لو كانت بطلب من الحكومة. تماما، لا يعطيها الغطاء الشرعي. نتكلم هنا قانون ونتكلم في السياسة. لذلك أسأل، هناك اتفاقية دولية خاصة بمكافحة أعمال الاسترزاق التي صادقت عليها سوريا، لا تنطبق سوريا عليها قوانين الحرب. لا 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 لا، حتى لو كان بطلب من الحكومه، من اي حكومه بصرف النظر عن سوريا او غير سوريا. عفوا، لنوضح، نحن اليوم نقول ما هي القوات التي يمكنها ان تنخرط في النزاع المسلح في سوريا من دون ان تكون انتهكت السياده السوريه. هي القوات الحكوميه تحديدا التي تستدعيها حكومه الشرعيه لهذه الدوله. أما القوات غير الحكومية حتى لو استدعتها حكومة هذه الدولة، ورأينا ذلك في ليبيا ورأينا ذلك في دول أفريقية، فهي تدخل في إطار القانون الدولي، تحديدا الاتفاقية التي تكافح عمل الاسترزاق، لأنه لا يمكن أن يفسر دخول قوات غير حكومية مسلحة إلى دولة إلا على أنه دخول لسبيل منفعة ما حالية أو مستقبلية، مع التذكير بأن سوريا هي بين الدول القليلة التي صادق على الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الاسترزاق أعتقد في العام 2008. وبالتالي جميع هذه القوات سواء كانت حكومية دخولها مشروع أو حكومية دخولها غير مشروع أو غير حكومية وبالتالي دخولها غير مشروع، في جميع الأحوال من وجهة النظر القانون الدولي جميعها تصبح مسؤولة بموجب القانون الدولي عن انتهاكات الحرب وفقا لاتفاقية جنيف الأربعة التي صادق عليها تقريبا جميع دول العالم بما فيها دولة إيران. دكتور إبراهيم، دعني أختم معك، وكما قال الدكتور سمان عن صفقة القرن، كل هذه التطورات تأتي في سياق صفقة القرن، تسوية إسرائيلية عربية. قراءتك الآن لهذا المسار وكل سيناريوهاته المختلفة؟ يعني على الأقل إذا اعتمدنا التصريحات الرسمية الأمريكية، هي كلها تصب في اتجاه اقتربنا من صفقة القرن. طبعا صفقة القرن باتت معروفة، يعني نتحدث عن تسوية عربية إسرائيلية من ما يسمى بدول الاعتدال العربي، يعني في موضوع القدس، في موضوع صياغة استراتيجية إقليمية أطرافها، هو تحالف أمريكي سعودي يعني عربي إسرائيلي لمواجهة إيران، ولهذا السبب لمواجهة إيران ويعني إدخال إسرائيل إلى المعادلة لأول مرة. التصريحات التي صدرت من المسؤولين الأمريكيين هي يعني تأتي بهذا الاتجاه. نحن في سباق مع الزمن. باعتقادي إذا بقيت هذه الإدارة الأمريكية في الحكم، وهناك بالمناسبة الكثير من الملفات التي تهدد استمرارية وجود دونالد ترامب في الحكم، من ضمنها سواء كان الملف وتهدد نتنياهو أيضا، قضية اللي هي التدخل الروسي في الانتخابات، في هناك أيضا قضايا فساد أو اختراقات لقوانين أمريكية أخرى متعلقة في ترامب. هذا ممكن بالنهاية، غير مؤكد، أحد السيناريوهات أن يؤدي إلى الامبيتشمنت، خروج إدارة ترامب من الحكم. أنا باعتقادي إذا نحن في سباق مع الزمن، إذا لم يحدث هذا الاختراق ولم يتغير يحدث هذا النوع من المتغيرات، نحن نسير باتجاه صفقة القرن. وبصفقة القرن لا يعني أنها ستنجح، وأنا أشك لدرجة كبيرة أنها ستنجح حتى لو بقي ترامب في الحكم. المعادلات، الأسس التي قامت عليها صفقة القرن ستفشل حتما حتى لو بقي دونالد ترامب في الحكم، لأن إدخال إسرائيل في المعادلة العربية هو إن دخل سيكون فقط على المستوى الرسمي الحكومي، لن يدخل على المستوى الشعبي. وبالنهاية ما تفرض صفقة القرن في قضية الملف الفلسطيني لن يمر بأي حال من الأحوال، وبالنهاية الفشل الحتمي هو لصفقة القرن. وإذا سمحتي لي بس، اللي هو إذا استمرت الإدارة الأمريكية ومشينا باتجاه صفقة القرن، هي فقط ستخلط الأوراق الإقليمية كلها، وللأسف سنرى مزيدا من الدمار، ولن يحدث هناك نتيجة لا لصالح المنطقة ولا لصالح القائمين بالمناسبة على صفقة القرن، لأنهم سيكونوا خاسرين أيضا. إذن في الختام نشكر ضيوفنا في استوديو دوحة، دكتور إبراهيم مفرحات رئيس برنامج إدارة النزاعات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ديالة شحادة الخبيرة في القانون الدولي، وتوفيق شومان الكاتب الصحفي اللبناني.
والشكر موصول لكم مشاهدين على المتابعة. تحية لكم وإلى اللقاء.